سلام الغزالات الكبيدات ديالي، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه بخير على خير. توحشكم بزاف بزاف بزاف. اليوم فيديو جديد، فيديو كنتو كتسينوه شحال هادي، وهي دور في لا شومبر ديالي. نتمنى انه يعجبكم، نتمنى انني قدرت نعطيكم افكار، نتمنى انكم تقدروا تانسبيراو من عندي وقولوا لي الاراء ديالكم، واي حاجه لاحظتوها ماشي هي هذيك خليوها لي في كومونتير، غادي نتقبلها على الرحب والسعه. بالعكس هذاك هو النهار الكبير، انا بزاف الافكار خديتهم من عندكم، بزاف الملاحظات خديتهم من عندكم. كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا على التتبع ديالكم وعلى الوفاء ديالكم، وكنحماق عليكم بركه الله. بسم الله وهي مقبلو علينا. توكلنا على الله، قبلوا عليا البنات. نهار غليظ وعظيم، هذا اللي زاروني حبيبات ديالي في لاشامبر ديالي. مرحبا بكم البنات. المهم قبل ما نبدا لو تور قبلوا عليا، واهم حاجه كيف ما قلت لكم انا براسي خديت افكار من اليوتيوب وتانسبيريت من بزاف ديال اليوتيوبرز، وهذه كانت هي لو ريزولطا فينال. المهم هذه البلاصه اللي نتوما كتشوفوا فيها دابا هو الكولوار اللي كيربط ما بين لا سال دو بان وما بين بيت نعاس وما بين دريسين، كيف ما كتشوفوا هكا داير. في هاد شنقول لكم، هاد الكوافوز، هاد الطابي، وفي هاد السليله اللي فيها الفيطات، سافي دير كو راح داك هتدخلي دابا لا سال دو بان. وكاين هاد الشجره كيف ما كتشوفوا اللي كتوحي ان تما ان شاء الله غادي تكون اون تيغاس، وغادي يكون ان شاء الله باب الزاج. وتما كاين دريسينغ. مهم نبداو حبه حبه. اول حاجه غنبداو لكم بهاد الكولوار اللي عطاتو اهميه كبيره، لانه هو اللي كي رديتها بحال اون سويت اللي كنشوفو في لي زوتيل، وهي كانت كما قلت لكم عاديه جدا. نبدا معكم باول حاجه، وهي هاد التريا ولا هاد البوله ولا هاد جوسيفا شنو كيقولوا ليها. المهم هاد البوله هادي البنات كنت خديتها، المهم كنت خديتها من بغيكوما، الثمن كان جد مناسب وعجبني بزاف، يمكن الا ما خفت نكذبش 250 درهم هكا فحال هكا. بالنسبه لهذيك المرايه كنت خديتها من ايكيا، وراه كنت بارطاجيتها معكم، كدير 129 درهم وكتقادوها بالطريقه اللي بغيتو. حنا الصراحه تزقلنا، حنا كان نورمالمون خصنا نديرو وحده تما وحده تما، غير هو كان مهم كان تلف لنا لاكول وضطرنا اننا نديروها على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. وهنا كاين هاد الكوافيز اللي كنت شريتو لبيت الناس ديالي القديم، وصراحه ما كنتش بغيت نضيعو، وهي باش درتو بهاد الطريقه هادي، وجا الصراحه زوين في الكولوار. كنت انا الصراحه هاد البلاصه كنت باغا نديرها اون سال دو ميكاب، يعني نبقى ندير فيها الميكاب وندير داك سميتو المرايا اللي فيها كيما قلت لكم البولات. ولكن الصراحه من بعد ما فكرت ولقيت ان الكوافيز تبارك الله عندي كبير وهز لي كلشي وانا ما محتاجاش، فقررت انني نديرها هكا ديكوراتيف وجذبه ونوجه بحال شي شنقول لكم. المهم جات بحال شي كوم ماعرفش، المهم عجبتني وجات زوينه بزاف وعطات منظر للكولوار، حيت انا بالنسبه لي لا الكولوار ديال الدار ولا الكولوار ديال اي بلاصه الواحد خصو يعطيه قيمه زوينه، حيت هو اللي كيعطي داك النظره الاولى على البيت ولا على لا شومبر ولا على شنو ما بغيتي تقول. فوالا درتو على هذا الشكل. مهم كما كتشوفوا ما عرفتش واش بزاف تبعتو، انا ما دايرهش الباركي هذا غير جيرفليكس، صراحه في الاول كنت غندير الباركي، ولكن منين سولت واستشرت لقيت ان جيرفليكس حسن. علاش؟ حيت الباركي ما محققش انك تنظفو بالماء، غير طيح لك عليه الماء يتبوق يخسر لك، وحنا الناس اللي ما كتعرفش يطيح لك الماء لي لونتي. كنقول لكم هادشي لي طرالي، ومن بعد وقلت الحمد لله انني درت جيرفليكس وما درتش الباركي، وزياده على هذا فهو مونشيغ بزاف وبخاتيك يعني عملي زوين بزاف صراحه ما ندمتش عليه. وهنايا كما كتشوفوا هاد الشجره كيف قلت لكم، فهنا غادي تكون ان شاء الله اون تيراس اللي غادي نصاوبها وغادي نقادها، وغتكون فيها كليسه وغندير فيها بحال شي طيطوشه الله يهالي، غندير فيها لي جوي، غندير فيها واحد البيسين اللي كتركب يعني في الصيف الصيف. المهم غندير شي حاجه اللي زوينه، ولكن حتى البلاتي ماشي دابا 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 البرد يعني ما بلاتي شويه. هنايا البنات كنلقاو هاد الدخيله هادي كتدينا للدريسينغ. المهم نبداو بركتي، نبداو على بركه الله بالدريسينغ، ولا المهم نبداو بالدريسينغ. وهنايا بعدا كتلقاو لانترفون،
وكتلقاو الباب ديال البيت اللي عازلنا كومبليتوم على الدار كامله، يعني واحد لاسباس ديالك بوحديتك، ما معنا حتى شي حد، يعني غير ديالي اسباس ديالي. صراحه عجبتني بزاف هذه الفكره، وكنتمنى اللي عنده، يعني اللي عنده، ما غاديش نقول يعني اللي عنده بوسيبيليتي انه يديرها، فهي صراحه فكره زوينه 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 بزاف. مهم باش تفهموا الديكور كيفاش داير، هذا الباب، هنا الدريسينغ، هنايا الحمام، وهنايا كاينه لا شامبر اكوشي. المهم بحال كتقول اون سويت ديالك. المهم حنا جايين بلاتي وتزربوش علينا، المهم كما قلت لكم نبداو اول حاجه بالدريسينغ. بسم الله. فوالا البنات، غنشعلوا البوله، غنوريكم كلشي بلا زافونتاج ديالهم بلا زانكونفينيون ديالهم. المهم اول حاجه كتلقاو هنايا تك تك تك، هاي البوله كنلقاو هنايا. المهم داك الشيء الصراحه هانتوما كما كتشوفوا هنا السبرديلات، السبيبطات الصراحه ما هزليش كلشي، مازال عندي با مال دو شوز كاين في هذاك البيض اللي داك اللعيبه اللي كنت صاوبت عند النجار اللي وريتكم صاوبتها بهذا، صوبناها عند النجار، خديت الديكور وصاوبته صراحه. المهم صراحه غادي نجيب، غادي نزيد خشيبات ما بين الرفاعي حيت مازال كاين لاسباس. فوالا كما كتشوفوا هانتوما هذه هي الطريقه. هنا درت لي ساك، الصراحه راه كنت مرتباهم على حسب الالوان، غير مع كل نهار كتبقاي تخرجي شحال قدك. وهادو زادهم لي صغير، صراحه عجبتني الفكره بزاف، الاول كنت ضد ولكن ملي شفت الريزولتا صراحه عجبتني بزاف 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 بزاف. هانتوما شوفوا كي كيجيو السويكات، وكيجي اي حاجه باينه، يعني تقدري تلبسي شحال هادي كنت كنتلف، كتكون عندي شي عراضه مثلا كنسى بلي عندي شي جلالب، دابا لا عارفه جليلبات، دابا هنا ابارتيغ دو سا كتبدا الجلابه، كندير من اللون مفتوح من اللون مغلوق حتى اللون مفتوح. المهم هادشي راه خربقوا لي حيت مثلا هادي كانت هنايا. المهم انا عطيتكم اون ايده، مثلا هنا الزرق مغلوق، هادي هاد الكرونا، صراحه كلشي مابقاش نفس الترتيب اللي كنت دايره، ولكن او موا كيبانوا لي جليلبات اللي عندي، كيبانوا لي القفطنات اللي عندي، كيبانوا لي اللباسي اللي عندي، كيبانوا لي اوسي لي مونطو اللي عندي، واخا مازال ما جبت التحويج ديال البرد كاملين، كيبانوا لي لي مونطو اللي عندي ديال البرد، اي اوسي كيبانوا لي الكسيوه الطوال. هنا دايره اي حاجه طويله، هنا درتها في هاد لاسباس هادو، فوالا كيف ما كتشوفوا اي حاجه طويله عندي درتها هنايا. هنا رتبت لي كولور من المغلوق حتى المفتوح، مثلا هنايا عندي الكحل، لي روب، لي كومبينيزون، فوالا عندي العبايات مثلا، فوالا عاوتاني هنايا كتجي لا كولور بلو، ها نتوما كتبدا من هاد السومارينو حتى كتسالي بهاد لا كولور هادي. هنا نورمالمون حتى هي كترجع، ملي كتبقى تلبس صافي كلشي كيتخرب. مثلا هاد لوفيغ هذا كتبدا من هاد لوفيغ، كتسالي من هاد لوفيغ اللي مفتوح، كتبدا مثلا بهاد لو مارون هذا كيف ما كتشوفوا، كتسالي مثلا بهاد لو مارون اللي بحال غوز بارد، كتبدا بهاد الكرونا، هنا كتبدا بالصفر صفر حتى كتسالي بالبيض. فوالا هادي هي اليده اللي مشيت عليها سوا في لا شومبر كوشي سوا في الدريسينغ. المهم هنا درت لي سانتخ مخربقين حيت هاد البلاصه ما كيشوفها حد، ولي سانتخ مقادين خليتهم لبيتي، يعني انا كنقول لكم الصراحه. المهم فوالا ابخي ما كنخرج من الدريسينغ، هانتوما باش تبعوا معايا المراحل. ها الشجيره، ها الشجيره كتلقاو هاد لو ديكور اللي كنت وريتكم ديال المرايا وديال هاد لاكومود ولا ما شنو ممكن نقولوا لها. هنا لا شومبر كوشي، الوغ هنا كنلقاو حاشاكم تواليت. قبل ما ندخل تواليت حيت التواليت عندي ضيقه، درت هاد السليله هادي اللي درت فيها هاد الفيطات هادو، كيف ما كتشوفوا هاد الفيطات جاوني في عرسي. هانتوما كاين لو روز، كاين لو دوري، كاين فيها البيض. مهم هاد السليله خديتها بهاد الفيطات. بالنسبه لهادو، هادو لا كتاخدي واحد الباكيه لقيت فيها بزاف ديال لي كولور، لقيت فيها البيض الدوري وكاين حتى الغوز. المهم سا ديبون انتي كل نهار كديري لون. فوالا كاين حتى الغوز. مهم هذا هو الباب ديال الدوش ديالي، صراحة كان باب عادي مكرفص، انا عاودته صباغه وقديتو درت له هاد اللعيبه هادي اللي صافي ان رابيل على الالومنيوم اللي درت في وسط لاباب لا سال دو دوش. فوالا عرفتي لا سال دو بان كي كانت حالتها وقديتها فريمون بدلتها، واخا مهم
كوميم. نبدا لكم باول حاجه هما هاد لي طابي، خديتهم لواحد البلاصه سميتها سانيلي ولا جو سي با كو، كاين حدا مرجان، مرجان دمكنات راها لاصقه عليه. هنا كنلقاو هاد كما كتشوفوا هاد لافابو، هاد لافابو البنات خديته من بغيكوما. ها نتوما البنات تشوفوا هنا حاشاكم كنحط بابي جينيك، بعدا حاشاكم كنحط بابي جينيك، كنحط هذاك بحال لي لانجيت كنمسح به لافابو لا توسخ، كنمسح فيه حاشاكم طواليت لا توسخات. فوالا ها هو الديكور ديالو. الصراحه هادو حتى هما هاد لي زاكسيسوار خديتهم من عند بغيكوما، كاين هادي وهادي وحاشاكم هذيك ديال الطواليت. المهم كيتبرونشاو نيشان، يعني كيجيو لاصقين. هادي البنات هاد المرايه المشهوره خديتها من عند ايكيا هنايا، المهم خصنيش نبان هنايا كتلقاوها البنات البغوص ديال فوريو. علاش فيها دوك النقيطات كحل؟ حيت كنغسل بداك هو اللي كنغسل به ديما داك ديال ناريمان كوزميتيك لو جيل نيتوايون ديال ناريمان كوزميتيك، وفيه واحد الحبيبات كحل هما اللي كيلصقوا ليا في البغوص. هادو هاد لي فاز هادو راه كاينين حتى في هذاك لاكومود اللي برا. هادو البنات خديتهم من ايكيا، خديت باكيه فيها ثلاثه، صراحه كيجيو زوينين وكيجيو ديكوراتيف. وهاد البلاصه هادي حتى هي كندير فيها لي برودوي اللي كندير يوميا لوجهي. هنا كاينين لي برودوي ديال ناريمان كوزميتيك هما اللي كندير، فوالا سيروم والكوماج وهذا. وهنا عندي لي برودوي ديال كوزمي ميراكل اللي كندير لشعري، صراحه طوب، احسن ما كاين للشعر، رحموني رحمه ديال الله. غتلقاوهم في بيت النعاس، غادي تلقاوهم حيت ديما بعدا السيروم كنديرو يوميا. وبالنسبه للزيت ملي كنبغي ندوش كنشقق بها شعري. فوالا حاشاكم هذه هي التواليت. هنا كتلقاو واحد الشبيكه اللي معلقاها هنايا اللي صراحه زوينه بزاف وبخاتيك، كنحط فوق منها البنوارات. وهنايا كتكون هذيك اللي كنمسح فيها يدي يوميا، وعندنا وحده صغيره هنايا وهذيك حاشاكم مش عارف تشدو، انا جالسه كنشرح في الشموع. وهذيك حاشاكم ديال لابوبيل ديال الطواليت خديتها من بغيكوما. هنا ديك السليله كندير فيها لي شامبوان ديالي ديال غالي، المهم لي برودوي دو كوزمي ميراكل. اباسال باندوش كندير ديال بلاتي غنوري لكم هذا ديالي، هذا غالي ولكن انا كندير لا ميم مارك ديال سافوريل هو اللي كندير باندوش. وهذا هو لو جيل نيتويون ديال ناريمان اللي كنمسح به وجهي. وهذه هي كيف ما كتشوفوا الرشاشه خديناها من بغيكوما. فوالا البنات، وهادو لي سبوت درناهم في الدوش. وهاد البوله حتى هي، وهاد البوله حتى هي كنت بارطاجيتها معكم، خديناها نبغيكم ندوش على التسليك مازال غنزيد بوله تما باش نحيدو علينا هاد السلوكه هادو. ايما دابا غادي ندوزو لا شامبر هكوشي. تن 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 سسبنس. هاي 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 هاي، انا بعدا تعجبت في لا شامبر ديالي الحمد لله. راكم شفتوا كيفاش كان لاسباس، كان حالته حالته بمعنى الكلمه. والحمد لله ربي قدرني بشويه بشويه انني درت لا شامبر اللي كانت عجباني. اول حاجه غنهضر لكم عليها البنات هو فو بلافون، درت ان فو بلافون اللي هو عادي وسامبل بزاف، درت لي سبوت دايرين هذوك كما كتشوفوا هذوك لي طابل دو نوي راه فيهم دوك الفيوزات ولا البويلات، راه كيشبهوا لهذيك بلاتي غنطفيها باش تبان لكم. فوالا كيشبهوا لهذيك البوله اللي دايره الفوق، خديتها اوسي من هذيك البلاصه اللي قلت لكم صانالي ولا صانيلي ولا شي حاجه لاصقه على مرجان. هنايا كنلقاو مع لونطري لاكليم، هنا ضروري خصنا لاكليم. هنا كاين هاد الطبيله، ما عرفتش واش هضرت لكم عليها ولا لا. هاد الطبيله البنات خديتها من ايكيا، لو بري ديالها الشمع مورايا غنحرق راسي. هاد الطبيله هادي البنات خديتها ب 100 درهم 100 درهم. مازال غادي ناخد ليها ان شاء الله دوك لي بوف الكبار اللي غناخذهم لها في الموطار ان شاء الله. مهم ها نتوما حتى هاد الفاز مع هاد الوريضه خديتهم من ايكيا، لو بري زوين صراحه.
هاد الشميعات كذلك، هاد الغوج اللي بارتو دايرهم في البيت كل نهار كندير، راه ماشي حيت كنصور، مره كندير الغوج، مره كندير الفاني، كل مره اش كندير. عندي فرومبواز، عندي جميع الالوان وجميع النكهات كيخليو واحد الرويحه زوينه في البيت وواحد الجو اللي بيان سور رومانتيك. ندوزو لهذا الريدو اللي اختاريتو لنا سلمى المدغيري، وتحيه سلمى، سلمى من هذا المنبر. صراحه ما تعيت من حير باش نختار لو ريدو، فصلت الريدو قبل من هذا وما صدقليش وحطيتو حيت ما جاش زوين، فصلته عادي وما صدقش، وهو اللي كان مأخرني انني ندير لكم لو تو. عاد صراحه سلمى اخترت لي هاد لا كولور وجو لا فيليسيت. هذا البنات كاين دو بيس، ريدو فيه دو بيس، انا غنقرب لكم باش تشوفوا. خديتهم من ايكيا، كاين هذا وكاين هذا ديال الدونتيل اللي من فوق منه كيف ما كتشوفوا. صراحه عجبني بزاف، جا زوين مع البيت، جا واعر. المهم هانتوما تشوفوا لا كومبينيزون كيفاش جات. هنايا البنات درت هاد الطبيله، هاد لي طابل دو نوي كنت شريتهم في بيت النحاس القديم، هاد لي طابل دو نوي حتى هما كنت خديتهم من ايكيا، كانت تسخرات لي ميمو خاوله واكرام القط، لكن عقلي نفحني. انا درتهم هنايا حيت عندي الويفي وعندي السلوكه، عندي واحد السلك خارج ديال التلفازه، دونك كان ضروري خصني نغطيه بشي حاجه، فخطيتو بهذيك القضيه. هذيك الشميعه كما كتشوفوا فيها سميتي نانال مانويلا، وهنايا هذا الويفي حيت ما كيوصلناش للفوق، حيت حنا ما دايرينش ويفي، دايرين فيبر اوبتيك وكنديروا دي بوين داكسي باش كيجر لنا الويفي من التحت. وهذه التصويره ديالنا اللي مصوبناها عند بوستر شيك، بزاف اللي سولوني على التصاور ديال العرس فين صوبناهم، صوبناهم عند بوستر شيك. دابا خليكم معايا فين بان، حيت غادي نصور لكم الكوافير، احسن بلاصه عندي في البيت وعندي فيها المرايه، دونك داكشي باش قلت لكم بلاتي. فوالا هذا هو الكوافيز ديالي اللي حير بزاف، وصراحه كيعاوني بزاف في التصوير حيت فيه هاد البلاصه عاليه، دونك تتبين ليا العلو وكتعطي واحد لافي زوين في التصوير. فوالا كيف ما كتشوفوا عندي هاد المجر هذا، وعندي داك المجر كبار تبارك الله يهزو لك ماكياج. وهنايا عندي هاد البلاصه هادي كتحل كيف ما كتشوفوا، دايره فيها داك الشيء الجديد اللي مازال الكرتون مازال ما حليتوش. ها هو محطوط هنايا. فوالا هنايا عندي المرايه كيف ما كتشوفوا، واهم حاجه عجبتني انني ما محتاجاش مرايه طويله في البيت، لان هاد المرايه كتبين لي الطوله ديالي كامله. هاد الكوافيز انا نورمالمون كنت باغا نديرو هنايا مع دخله الباب، ولكن علاش ما درتوش مع دخله الباب؟ على وديت المرايه خصني لاسباس، يعني خصني واحد الكولوار باش نبعد باش نبان كامله، فداكشي باش حطيته هنايا باش انني منين نبعد نبان كامله، وما غاديش نحتاج هذيك المرايه اللي غادي نبان فيها كامله. غنطفيو هاد الشميعه باش نقدر انني نحل لكم هاد البلاصه وتشوفوها، نحيدوها بحال هكا واخا بليها تكون سخونه. يلا 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 سخونه 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 سخونه، يلا يلا كحزك حدا حدا اختك. يلا دابا غادي نحل لكم هاد البلاصه باش تشوفوا كيفاش دايره. ترارارارا عندي المرايه كيف ما كتشوفوا تتحل. ها باش قلت لكم هاد البلاصه هزات ليا كلشي، عندي لي برودوي اللي كنستعمل يوميا يعني كل نهار، واللي صراحه كنستعملهم هانتوما باش تشوفوا كلشي على عينيكم. هنايا البنات عندي لي برودوي داك ديال التبييض اللي هضرت لكم عليه، ديودوغون، عندي لاكور، عندي لي سبراي كنستعملهم بزاف. هنايا عندي لي فيرني، عندي الساعه ديالي، لي زاكسيسوار اللي كنديرهم كل نهار. هنايا هاد الجهه دايره فيها لي ديماكيون، لي لونتي، لي سبراي، ايوا هنايا لتحت كيف ما قلت لكم لي سبراي وداك الشيء ديال، المهم داك الشيء ديال ديودوغون، لي سبراي ولي كريم ديال لو كور كيف ما شفتوا. فوالا تسدو هاد البلاصه فحال هكا. وهنايا كيف ما كتجيو كتلقاو لي بارفان اللي كنستعمل تقريبا يوميا، لي زوطخ بارفان حطاهم هنايا بحال دابا هادو هنايا، الاخرين ومازالين شي وحدين اخرين لداخل بكيتهم مازال ما استعملتهمش، دونك هنا صاحبي مسكين عنده يلا دو بارفان بارك عليه. وانايا مولوعه كنحمق على شي حاجه سميتها لي بارفان، كنموت على شي حاجه، وهذه فرصه باش انني نغوكوموندي لكم دي بارفان. اول وحده غنغوكوموندي لكم هاد البارفان جديده ديال لانكوم اي ايدول ولا ايدول ولا ما شو سميتها دابا، وهاد لانتيغ دي هادي حتى هي
واعره ديال جيفانشي، بغيت نتاكد ديال جيفانشي جوستمون، وكاينه هذه ديال كريستيان جور حتى هي واعره جوي. المهم كنحاول نعطيكم افكار، وصراحه هنايا هذه واعره، ما كاينش اللي مش ماش فيا وعجباتو. مانيفيستو، وهذه ديال البرد، هذه تصلح للبرد بزاف. المهم غادي نصدقوا قلبينها بارفان، راه حتى هذه البرد دابا داخل البرد. هذه ديال نسيت ديال يا ربي شنو سميتها، ها هي ديال اليساب، هذه القديمه ماشي جديده. ايوا هنا كنلقاو هذا الالبوم حاطه هنايا ديال التصاور. ايوا كما كتشوفوا هذه هنا الصباغه كيف ما قلت لكم هكا كتجي حماقيت على اللون، فريمون طوب طوب، ما صراحه احسن لون، واللي صراحه تمنيت ان الدار تكون مصبوغه بهذا اللون بقوه ما عجبني، يجي مع اي حاجه واعر وبقوه ما درت هذا خفيف. داك المهم هنا كاينه الناموسيه ديال غالي، بقوه ما هذا خفيف. هذه دايرها له هي عندي في لا شومبر، اما في بيتو دايره له الكبيره ديالو اللي خديناها من شو سميتو تشيلك، اصلا لا شومبر ديالو كامله من تشيلك. دابا ندير لكم واحد لوطو وتشوفوها. فوالا هادو هما لي طابل دو نوي كيف ما كتشوفوا. هنا كاين قران على راسي مع التسابيح، هاد القران بيرسوناليزي صيفطته لي واحد المتتبعه الله يجازيها بخير والله يجعلوا لها في ميزان حسناتها. هذا ما عمرني ما نساه ومازالين محافظين عليه حتى لدابا. انتي ميلادي وعمري، انتي كل ما في ذهني، كنتي الاحلى والاجمل، كنتي ضوء عيوني، انتي منار طريقي، انتي عيني. لو 25/4/2017 جو مو رابيل تري بيان. هادو البنات فاش كنا شاركنا في لالا العروسه وحطاونا باش نكتبو شعر، صهيب يكتب لي شعر، كان هذا هو الشعر اللي كتب لي صهيب، مسكين شاد دارو في الكادر. اش غنقول لكم البنات، الصراحه ما غاديش نشكر لكم الشعر ديال صهيب، ولكن كان طوب، ولكن للاسف ما كناش خدينا اول نقطه الوغ كو كان طوب هو زوين. المهم ما عرفتش اللي تفرج في الحلقه غادي يكون لاحظ الفرق وغادي يكون شاف ان احنا كنا نستاهلوا النقطه الاولى، ولكن داكشي بالمكتب الحمد لله. كل واحد عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هادشي اللي نقدر نقول لكم. المهم صراحه هذه ذكرى زوينه، وتنشكر الزوج ديالي على هاد شنقول لكم على هاد الشعر الزوين واللي خارج من القلب. هاد الهضره ما عمرها تنسى. فوالا هاد لي بوجي هادو البنات حتى هما كيخليو واحد الرويحه غزاله في البيت، وهادو كنت خديتهم من مرجان، صراحه طوب طوب طوب. فوالا غنوريكم بابي بان، انا بالعاني قربت باش نوريه لكم. صراحه الرولو كيدير واش 120 ولا 180، حتى جينا جوج الرولو، المهم ما تقامش علينا بزاف الصراحه، جاني رخيص بارابور لديك البلايص فين كنمشي وكنسول، الصراحه عجبني بزاف. والسيد اللي لصق لنا الباركي هو اللي باعو لنا، صراحه جاني ثمن جد مناسب. وهنا غادي ندوزو الكوفغلي، لي كوفغلي كاملين اللي كتشوفوا في لي فيديو ديالي كاملين شريتهم من ايكيا، بزاف اللي كيسولوني ملي خديتي الكوفغلي ملي خديتي الكوفغلي. وهنا غادي ندوزو البيت النعاس، خديتو هو والطابل دو نوي، هو والكوافيس باردون بيان سور كيكونوا لي شو لي طابل دو نوي بجوج اصلا لاصقين، يعني ملاصقين كاملين. و بيان سور المطلة بوحديتها، المطلة طوب 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 ديال واعر الكونفورتابل، شتي بحال نعسه في اوتيل، هذا هو باش كيعجبني صراحة. بيت نعاس شتي البنات، وحق الله العظيم يا بيت نعاس، واحد الانفستيسمون اللي ما غاديش تندموا عليه حياتكم كامله. الحمد لله الصراحه ما ندمناش عليه، كنا قاهرين ظهرنا صراحه، حنا كنا شحال نسنا على ما طلع على قد الحاملين يلاه كيبدينا الزواج ديالنا، وبدينا بشويه بشويه وربي كيرزق من حيث لا تحتسب. المهم ما جرينا بيت نعاس حتى تقصر منا ظهرنا، ولكن نقول لكم الصحه اهم حاجه، والواحد الى عنده انفيستي ما يندمش عليها. المهم كما كتشوفوا هذا هو الناموسي ولا المهم هي هذيك. فوالا كيف ما كتشوفوا جاي بحال داك ستيل تركي. المهم انا لا شومبر ديالي درتها كلاسيك مودرن، المهم نتوما راه غاديش تفهموا. فيها هاد الكليسه هذه اللي كتشوفوها بزاف عند التواركه، المهم باش عجبني هاد بيت نعاس كله دابا كله
كله عندك فين تحشي تبارك الله. لي طابل دو نوي المجوره ديالهم كبار كيف ما كتشوفوا هنا. هاد البلاصه حتى هي اللي هي جليسه فهي كتحط لها كتحط فيها بزاف الحوايج. هاد البطانيات ما عرفتش واش كاين شي حد ما عندهمش. واخا تشوفوهم هكا هادي ديال الضو كتسخن في البرد كتعجبني رحمه ديال الله. وهنايا حتى هو كيتهز هذا المهم انا ما نقدرش نهزو عنده هادو كتهزهم به. وكاين واحد الدبعه قدو قداش من تحت ارا ما تخبي حوايج البرد كلهم حشاهم تما هاز عليا زعما الحمد لله. والمطله غزاله 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 طوب 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 طوب. البنات بقات اخر مرحله وهي الماريو او البلاكار اللي حير العلماء كيف ما كتشوفوا. حتى هو الموديل اللي درت والصراحه عجبني بزاف ونقلته من واحد الموديل كيتباع في ايكيا واللي كيدير 12000 درهم وانا تقام عليا بالنص الثمن يعني النص بالنص. وهذا الشيء عاد انا اختاريت داك الخشب المزيان اللي ما كنظنش واش هما دايرينه الله اعلم ما نقدرش نجوجي ولكن الخشب الطوب. حيت انت كتمشي وكتختاري الورقه اللي بغيتي يعني واش كاين ديال كاين ديال 900 درهم كاين 700 درهم كاين 400 درهم سا ديبونتي على لا كاليتي اللي بغيتي واش الطوب ولا ماشي الطوب. انا الصراحه بزاف الناس لاحظت في لي كومونتير كيقولوا لي منال ديري له الكوليس منال غطيه ما جايش زوين. انا الصراحه الاذواق تختلف عجبني الحمد لله بزاف. ولكن انا كيف ما قلت لكم خليت لي سباس الفوق حيت حتى لي سبوت القدام باش الا طلع لي فراسي هذا الشكل نقدر ندير له الكوليس بالمرايات. وصراحه انا عجبني بزاف وكيف قلت لكم الاذواق تختلف وصراحه ما ندمتش عليه وهاز ليا تبارك الله. شوفوا شحال فيه المجيرات فيه واحد جوج ثلاثه أربعة ديال المجوره. مهم صراحة الديكور كامل ديال البيت ما ندمتش عليه. نتمنى انني نكون فدتكم نتمنى انني نكون عطيتكم افكار انني نكون عطيتكم نصائح. وقلبوا مازال كاينين بزاف ديال الافكار ومازال ان شاء الله غادي ندير لكم الناس اللي انتغاسي وعجبهم الحال شي توغ في هذا في الدار حتى هما فيهم بزاف ديال الافكار اللي نقدر نبارطاجيها معكم وبزاف ديال الحوايج زوينين وديال لي بون بلون اللي غادي يعجبوكم ان شاء الله. وفوالا عطوني الاراء ديالكم شو الغطا حطيتها هنايا عطوني الاراء ديالكم ويلا سيروا تنعسوا خليني نمشي نعس ولدي. بسلام عليكم وكنبغيكم بزاف 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 ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وخليوا لي لي كومونتير ديالكم والاراء ديالكم وايضا النصائح ديالكم. الا بانت لكم شي حاجه ماشي هي هذيك نصحوني. فانا الصراحه خديت منكم بزاف ديال الافكار ودرت بعين الاعتبار بزاف لي كومونتير وبا مال دو فوا كتنصحوني وداكشي ان شاء الله كيجيب نتيجه. ولي نبغي نقول لكم البنات هاد الشميعات ايكايا كيخليو واحد الريحه رائعه في البيت. دابا راني مروحه ما كنشمش ولكن حيت عارفه الريحه ديما كتكون غزاله فراه كاينين بجميع النكهات كما قلت لكم كتمشي. والصراحه حتى لو بري ديالهم ما غاليش بزاف. يلا حبيباتي تهلاو فراسكم وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف.